لا نور، كيس كو تي اون تران دو فير حبيبتي؟ ندير صورة الغاشية. فوقاش قالت لكم الأستاذة تقراو؟ اون دوا لا ريسيتي لو ماغ ديالي. دونك دابا عندنا شحال 4 جوغ باش نحفظوها. وي. يلا إن شاء الله اليوم بدينا نقراو، يلا قراها ليها بنتي بوحدك. شحال تي لا ريبيتي دو فوا؟ شحال قلت لك تعاودها مرة بوحدك؟ 10 فوا. دابا إن شاء الله يلا قرا لنا نشوفوا كيفاش كتقراها بعد واش كتقراها مزيان. يلا قرا. لا قرا في الكتاب مازال ما حفظتيهاش. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ غاشعة؟ وجوه يومئذ غاشعة. خاشعة. خاشعة. شتي. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب أكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنا أقرأك دابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة آنية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قرأنا لالا بن قريتي سورة الغاشية بنتي قرأها بشوية حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث لا يسمن ولا يغني من جوع
ديما في هذه أفالة. Ça t'a pris combien de temps à la note pour apprendre à te sourire? Chal. Réfléchis, Habib. 3 jours. 3 jours. Est-ce que c'était difficile ou impossible? Ou très difficile? Ou la facile? Facile. Et sinon, le secret, si un petit enfant te regarde, te dit comment tu as fait note pour apprendre à la sourire? À la répétition et la révision. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait chaque matin? Pourquoi on révise, Habib? Ben, je vais comprendre quand je vais aller avec. On ne l'oublie pas. Ah, les nashem wa parce que le Coran dit t'insa. Ou on a besoin de connaître t'insa. Avant de se consoler, ben, inshallah. Est-ce que tu peux donner un conseil aux enfants qui ont ton âge et qui ne veulent pas apprendre le Coran? Parce que c'est bien et parce qu'en même temps, en apprenant le Coran, tu entraînes ton petit cerveau à assimiler et à apprendre. Comme ça, tu peux faire de l'histoire géographique, il a de la médecine, tu dis que tu veux faire médecine. Il faut t'entraîner très tôt à apprendre. Si tu t'entraînes, et le meilleur entraînement, c'est avec le Coran. Après, je vais t'apprendre des techniques pour repérer et pour ne pas oublier. دابا ان شاء الله هذا الويكاند غادي ابروندر سورة الفجر في هذه العطلة انا وياك والفجر والعصر. جو في تابروندر كومون جو في تومونتخي كومون لابروندر. افيك لافيش كارتوني، افيك ليكريتور، افيك لي كولور، وان شاء الله تو فا ابروندر لا ميثود افيك لاكيل توت تا في غاتحفظ ان شاء الله. اون فا بارتاجا افيك لي جون اللي متبعيننا داكوغ؟ داكوغ.